السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الثاني، المرحلة الثانية من فروض المراقبة المستمرة، المستوى الخامس ابتدائي، الدورة الأولى دائما في مادة النشاط العلمي. إذا كما كتعرفوا بأنه الفروض قربوا ديال المرحلة الثانية، وإن شاء الله غادي نبداو نديروا واحد السلسلة ديال هذه الفروض اللي غادي يخصوا مادة النشاط العلمي وجميع المواد ديال السلك الابتدائي، خصوصا بالنسبة للمستويين الخامس والسادس. إذا مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد القناة إن شاء الله، ومرحبا بك. إذا نبدأ على بركة الله. هنا عندي أربعة ديال الأنشطة، ثلاثة ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط باللغة الفرنسية. إذا النشاط الأول عليه أربعة ديال النقط: أصنف الممارسات الضارة من الممارسات المفيدة للتربة والبيئة بوضع علامات في. إذا غادي نميز الممارسة الضارة والممارسة المفيدة للتربة، يعني الممارسة اللي كتضر التربة والممارسة اللي كتفيد التربة. هنا عندي الممارسات، وهنا عندي ممارسة مفيدة ممارسة ضارة. إذا هذا الرعي الجائر، إذا كانت ممارسة مفيدة غادي ندير علامة هنا، وإذا كانت ممارسة ضارة غادي ندير علامة هنا. الرعي الجائر سور باتوراج، اون فرونسي سي سور باتوراج. إذا الرعي الجائر هي ممارسة ضارة، إذا ممارسة ضارة تضر التربة، صافي، لأنه الرعي الجائر كيضر لنا الغطاء النباتي، ذاك الغطاء النباتي اللي كيساهم في التبات ديال التربة، لأنه واحد التربة بلا غطاء نباتي راه كتكون معرضة للحات ومعرضة لمجموعة من الأخطار. مزيان، الري قطرة قطرة، سيتادير إيريغاسيون باغ غوت ا غوت. الري قطرة قطرة هي ممارسة مفيدة تفيد التربة وتجعلها دائما خصبة وصالحة للزراعة. إنجاز مصدات للرياح، إذا كينجزو داك المصدات للرياح باش التربة تتفادى داك الرياح باش ما يوقعش التعرية و لي غوزو و حتى التربة، وبالتالي هي ممارسة مفيدة للتربة، صافي، مفيدة للتربة. رمي النفايات فوق التربة، روجي دي ديشي سور لو سول. إذا رمي النفايات فوق التربة يؤدي إلى تلويث التربة وتصبح هذه التربة غير صالحة للزراعة، وبالتالي هي ممارسة ضارة، ممارسة ضار. إذا الرعي الجائر ممارسة ضارة، رمي النفايات فوق التربة ممارسة ضارة، ويبقى لي الري قطرة قطرة إيريغاسيون باغ غوت ا غوت، وإنجاز مصدات للرياح، جوج بهم ممارسات مفيدة للتربة والبيئة. مزيان، غادي ندوزو الآن للنشاط الثاني، هو نشاط بسيط جدا، أجيب بصحيح أو خطأ. إذا غادي نجاوب هنايا بصحيح أو خطأ، إما بصحيح إذا كانت العبارة صحيحة غادي ندير صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة غادي نكتب خطأ. التربة الرملية هي التربة الأكثر نفادية للماء. إذا التربة الرملية عبارة عن الرمل، إذا كبينا الماء فيها كتنفذ لنا الماء بزاف. واش صحيح أو لا خطأ؟ نعم صحيح، لأنه خلال الدرس اللي رجعتو للدرس ديال أنواع التربة، التربة الرملية، التربة المختلطة، والتربة الطينية، في واحد التجربة ديال نفادية الماء، يعني أننا ملي كبينا واحد لتر ديال الماء في هاد مختلف التربات، تبين بأنه التربة الرملية كتنفذ 0.9 من لتر، يعني فقط بقى فيها 0.1، وبالتالي هي الأكثر نفادية للماء. مزيان، إذا هذه صحيحة. توجد في التربة كائنات حية لها نفس القد. إذا التربة واش كيتواجد فيها فقط حيوانات صغيرة مثلا أو حيوانات دقيقة؟ لا. إذا هنا خطأ. علاش؟ لأنه كاين حيوانات صغيرة، كاين حيوانات دقيقة، وكاين حيوانات دقيقة جدا، وبالتالي القد مختلف، صافي، ما عندهمش نفس القد، لأن قد مختلف. العبارة الثالثة: تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة. إذا الحيوانات ديال التربة كيفضلوا الظلام والرطوبة، سيتادير إل بريفير لوبسكوريتي إي لوميديتي. واش صحيح ولا خطأ؟ نعم، إذا كاينات هي في الدرس، غادي تمشي وغتلقاوها، وبالتالي هنايا عبارة صحيح. إذا صحيح. الرعي الجائر عامل بشري يدمر التربة، احنا شفناها في الجدول الفوقاني. الرعي الجائر سور باتوراج هي ممارسة ضارة للتربة والبيئة، وبالتالي الرعي الجائر عامل بشري. نعم هو عامل بشري، لأن البشر هو اللي كيدي المعز ديالو ولا كيدي الأغنام ديالو لذاك البلاصة باش كيدمر داك الغطاء النباتي، وبالتالي تتدمر التربة، لأنه بدون غطاء نباتي قلت لكم بأنه التربة غادي يوقع لها التعرية ولا غادي يوقع لها الحت. سبين، إذن هنا عبارة خاطئة أو لا، التي الرعي الجائر. نعم صحيح صحيح
صحيح، عبارة صحيح. وبالتالي أن التربة الرملية هي الأكثر نفاذية للماء. صحيح، توجد في التربة كائنات حية لها نفس القد خطأ، تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة. صحيح، الرعي الجائر عامل بشري يدمر التربة. صحيح. ندوز الآن لاكتيفيتي 3 كي اون فرونسي. لي فيغ دو تيغ يعني ديدان الأرض، اون دي غول دون لو سول، عندهم دور في التربة. كوش دو ريبونس جوست، غادي ندير علامة على جوج ديال الأجوبة صحيحة. إذا هنا ملي كنهضرو على لي غول صديق الأدوار، الادوار يعني شحال عندهم ديال الادوار، عندهم جوج ديال الادوار، دو غول، فاين في التربه. دونك لايغاسيون دو سول تادير تهويه التربه، تهويه التربه. هنايا مونج لي بوتي زانيمو دو سول، تادير اكل الكائنات او الحيوانات الصغيره، الكائنات الصغيره الصغيره للتربه. وهنايا لا فيرتيليزاسيون دو سول، تادير اغناء التربه، إغناء التربة وجعلها خصبة. صافي، سابيا. وبالتالي شنو هما الأدوار اللي كتلعبو من لي فيغ دو تيغ؟ دونك الأدوار عندنا جوج، هما تهوية التربة ولا فيرتيليزاسيون دو سول. لا فيرتيليزاسيون دو سول، دونك هادو هما الأدوار ديال لي فيغ دو تيغ. دونك لي فيغ دو تيغ اون دي رول دون لو سول سون لايغاسيون دو سول اي لا فيرتيليزاسيون دو سول. سي بيان، ندوزو للنشاط الرابع وهو النشاط الأخير. أكمل الفراغات بما يناسب. هاد الفراغات هادو غنكملوهم بهاد الكلمات هادو: نباتية، الماء، التربة، الثروة الحيوانية. عندي ربعة ديال الفراغات وربعة ديال الكلمات غادي نكملو بهم. توفر التربة، ماذا توفر التربة للنباتات؟ إذا حنا كنعرفو بأن التربة كتوفر لهم بعض الحوايج، أنه إلا ما وفرتش لذاك النباتات ذاك الحويجات ما غيمكنش لهاد النباتات أنهم يعطيونا منتوجات اللي هي كبيرة. وبالتالي توفر التربة ماذا؟ الماء، الماء هاي الماء والأملاح المعدنية للنباتات التي تعطي منتوجات. هذه المنتوجات كيفاش كتكون؟ كتكون نباتية. لأنه علاش؟ لأنه التربة كينبت منها غير النبات، ما عندناش شي حيوان كنغرسه وكينبت. وبالتالي التربة كتعطينا فقط المنتوجات النباتية، المنتوجات النباتية التي تستهلكها الحيوانات. وكلما كانت إذا ديك الحيوانات تستهلك حيوانات، يعني الثروة الحيوانية، الأبقار والماعز والغنم إلى غير ذلك، تستهلك تلك المنتوجات النباتية، مشات لنا النباتية. كلما كانت التربة خصبة، إذا كانت التربة خصبة وبالتالي ذاك المنتوجات النباتية غادي تكون عندنا بكثرة، يعني كلما ازداد انتاج الثروة النباتية وازدياد انتاج الثروة الحيوانية. صافي، الثروة الحيوانية. اذا هنايا الامر واضح، اذا كان عندي ماء واملاح معدنية في التربة غادي يكون عندي منتوجات نباتية كثيرة اللي غتستهلكها داك الحيوانات. إذا هادشي كيبين بأنه إذا كانت التربة خصبة، أنت تربة خصبة يعني ماذا؟ يعني أننا ارتفاع في الثروة النباتية، ياك؟ هادشي كيعني أننا غادي يكون عندنا ارتفاع في الثروة الحيواني. صافي، وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد الثاني، المرحله الثانيه، ماده النشاط العلمي، الدوره الاولى. كنتمنى انكم تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، لان القناه في امس الحاجه اليكم والدعم ديالكم باش تزيد القدام ان شاء الله، ونزيد ندير ان شاء الله مجموعه من الفروض والدروس خاصه بالمستويات الابتدائيه ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.